جزاكم الله خيراً. هذا السائل يسأل يقول: من الذين تركوا العمل وهم يعلمون هل هم اليهود أو النصارى؟ الذين تركوا العمل وهم يعلمون اليهود، وكل من سار على هذا المنهاج حتى من هذه الأمة. ولهذا يقول بعض السلف، يقول: من ترك، يقول: من أخذ العلم وترك العمل ففيه شبه من اليهود، ومن أخذ العمل وترك العلم ففيه شبه من النصارى، ويقول: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ترك العلم وأخذ العمل ففيه شبه من النصارى. نعم. هذا السائل يقول من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. نعم.